مرحبا عمي ابو حسن. لك والله راجل تاد على والله. شلونك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله رب العالمين. راجل تاد على عمي ابو حسن. جنابك حيرس سوق المجيديه وسوق القصيبيه وهلا سوق الاحمديه. هذا خان ساحه الفستق هلا هون. هاي القصيبيه ورانا صارت. جنابك منين عمي ابو حسن؟ مواماد. القصيب من مواماد. خلينا بالصالحين. هي على راسي، على راسي حارتك. طبق ورد عمي ابو حسن. الله يخليك. خايف بجنابك بيت مين؟ بيت كنعان انا. اي والنعم، والنعم والله، والنعم من جنابك. والله يا سيدي. عمي ابو حسن هلا جنابك مواليد قد الخمسينات قلت لي؟ لا 56. هي الخمسينات يعني 56، بتصغر حالك عمي ابو حسن؟ رجينا بنت حلال لانه المرأة ماتت. علي رحمة الله الحجة، علي رحمة الله. هلا احكي لي، أنت ولدت بالخمسينات، الوالد الله يرحمه طيب الوالد؟ بهذا الله يرحمنا. الله يرحمه. ماما باتت والعالم كله ماتت، الكبير الله انا بليك. هلا انت بتقول ماما ولا الميمي؟ ماما ما يا مو يا مو ما في ميمي. ما في ميمي ولا يا ميمي لاهل الشام وهيك. ايوه. خاي هلا انت ولدت بالمقامات؟ مزبوط ولدت بالمقامات. وبعدين هلا اول طلعتك جدي بيت جدك هني. لك الحوشة بيت جدي. حوش عربي؟ عربي. تحته مغارة؟ ايش في تحته؟ يا عيني عليك. الوالد ايش كان يشتغل الله يرحمه ترابه؟ كان يشتغل حمال تكاك. عنده تك يعني؟ ايوه عنده تك بيع. تك ايوه. بعدين صار يبيع خضرة على العربية، بعدين صار يبيع ملح على العربية. كويس كويس. أيوة. التك هلا بس اشرح لنا، هو عرباني بدولابين؟ اربع دولاب تك حديد اسمه، كان يجينا من تركيا. الاربع دولاب حديد وخشب هذا بيكون؟ ايوه. وايش كان، ايش كان يجر التك؟ الله يعزك دبة يعني. دبة ايش؟ وبغل؟ بغل بغل دب قديش مهر مهر يعني. البغل اللي كانت عند عند الوالد ايش كان لونه؟ عترة. عترة؟ ايوه عترة. عترة عترة ايش يعني عترة؟ يعني لا حمراء ولا سوداء. بين عترة. بين بينين يعني مثل بني هذا شو على بني. ايوه. سلام عليكم. السلام والرحمة. ايه هلا كان يشتغل علي جنابك. طلعت اول طلعتك ايش درست اول شيء؟ حطوك بالكتاب؟ قول لي ما بالكتاب عن ايه بالكتاب. هي مضبوطه الخوجه. الخوجه ولا بالكتاب؟ خوجه. شيخ ولا مره كانت لهذا؟ عمتي. عمتك كانت خوجه. ايش ايش كان اسمها الله يرحمه ترابها؟ عدويه كنعان. هي بيت كنعان عدويه بس يقولوا لها خوجه امناجي. امناجي. ايه خوجه امناجي. حلو هالحكي هذا. سيطر على العالم كله يا ما شاء الله. ما شاء الله علمتك قران كريم. الحمد لله. سنه ايش طولت عندها؟ ايه تقريبا بجي سنة. وبشتغلت عن شيخ الكردي بركة كمان. ختمت القرآن بهالسنة هي؟ الحمد لله. هي يعني حكي كان عمرك 3-4 سنين؟ 5 سنين؟ اكثر بسبعة ثمانية 10 في لا 10 ضلين. ما في 10 اقل. هلا طفولتك ايش كان؟ هات لنشوف ايش تسوي بالحارة، ايش كان اللعب تلعبوها؟ اوهو ايش بختار لبالك لعب كانت موجودة مثلا؟ ها بتوش صييح قلال جحش طويلة. جحش طويل. ايش كمان؟ يا سرمياتي. اه يا عين عمك الصومانيه. الصومانيه اولنا الصومانيه. حلو. هلا هذول الشغلات القلال كنتوا ايش تلعبوا اكثر شيء؟ تحذير. تحذير. ما تلعبوا كشت شبير. كش وشبر. كش وشبر. بس انا ابونا الله يحفظه التحذير كان يغش لانه التحذير. شلون كنت تغش احكي لي؟ قلابيه تمك كم عريض. قلابيه تمك عريض. ايوه. تحط انا بعرف ايدي شو بتشيل. نعم. عرفت علي؟ نعم. يقول لي فرد مثلا وهي جوز انه انت المفروض تطالع قلال تحطهم بايدك وتحذره انه قلين ولا قل واحد مثلا كم شدك تكرش كم شدك ايدك جابها تطلع كويس. اذا قال لك مثلا فرد خبير. ايوه خبير وطني كونية فرد. خبير كباب. ايوه خبير كباب. كونية فرد فردت القلب بتسقط قلب بتصير جوز. ايوه بتصير جوز. ايه بتربح تاخذ قدهم منه. منيحه منيحه. ما تشطبت اولاد الحاره كلهم. الله يرحمه ابوي يذبحنا بايدنا قل. خاي الشيش. الشيش بيش بالشحاطة تضربوا الأحجار؟ بالشحاطة وتلحقوا بعض. لا بل واحد واحد مع الشيش. واحد بحرسه للشيش والباقية بنتشروه. ايوه والباقية بنتشروه. يا عيني عليك يا عيني عليك. طيب كنت تحوي مقلع تحوي شعب ايش كان عندك؟ مقلع وشعب. اثنين. ايش كنتوا تحجروا بعض؟ ايش كنتوا تسووا؟ نحجر نحن واهل باب النيرب. هذول اعدائكم. لك وكم فجه هيك براسك؟ ابوه ما بنعدوه. ورجيني هون ابو عم بحسوا. عيون ابوك والله طلع طلع والله. وكنت تبكي وقت تنفج؟ عيب عيب خسا عيب. طيب وقت ترجع عند الحجة هيك مدمة
تمسح لي إني تحط لي خنق ولا بن اخطأي تزعل والله عزعل أمك. شلون أحكي لي عن الحجة شلون كانت؟ الله يرحمه شيخ الشباب الله يرحمه. الحجة منين؟ من نفس الحارة المعمد شارقجية. مملك الله الأرض من المشارة والبدار من المقام. الأرض من المشارة والبدار من المقام، يعني الرجال من المقام والمرأة من حلوة التعبير حلوة على البزرة حلوة والله أحلى شباب والله خيو. إيه صابرة كانت الحجة شلون أحكي لي؟ الله يرحمها مستابرات مستابرات مو صابرة صابرة مستابرات. الحجة كان عصبي؟ سليماني نار الله يرحمه سماوي. إيه والله سماوي. يدخل مبوزم يطلع مبوزم؟ ما في مبوزم والله ما شفته نهار باسني أبدا ولا باس غيري ولا أبدا. استعب حسن طلب عيونه كان يرحم أبوك بس هي كلمة مضبوطة يا الله يرحمه. إذا بيكين على السفرة عم ناكل واللقمة طلع لها صوت ولي تخرب الدنيا يا غيرت الدين ايه يا عمي حياة الله بمات الأم بتمه يا لطل. كم ولد كنتون البركة؟ البركة 16 اللهم 16 ولد كنتون ما شاء الله. أمي جايب 36 بطن 36 بطن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله كنوا طيبين دولة العالم يعني توفى منهم 20 توفوا أكثر هذيك الأيام يموتوا الأولاد كتير الله يرحمه ترابنا. إمتى توفيت الحجة؟ بال 2003 والحجي الله يرحمه 2005 ما طول بعدها معناته هلا بس كان يحبها نحكي الواقع كان يحبها يموت عليها ما يفرجينا حبه بس من بعيد لبعيد ايوه هاي مرجله هون عندهم كانت حبنا هو بس ما يفرجي لا ولا لأني يعني بحبنا بس محبته ما يفرجينا عيب 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 يبين انه هو يعني انه هو يشيل ولد هيك ويعدي بالشغل يخرب الدنيا ايه عم يا محسون هلا طلعنا من الكتاب رحنا على المدرسه باب المدرسه نفسه المدرسه والشيخ مع بعض لك ما بصير مدرسه ايش كان مدرستك استقلال معلمينا كلها جذبان ليه جذبان هيك بقولوا وين هي المدرسه الاستقلال نيك بالحاره بالحاره لك طيب لقينا صف ضليت الاستقلال انا رابع درست نجحت على الخامس وبطلت بالرابع نجحت على الخامس بطلت. بطلت ليش بطلت الخامس ليش بطلت بس بتحداهم لا هي هون مشكله لك عندنا بابا علاء والله ابو نديم احكي لي ليه خيو قلنا له الله يرحمه ابوك قال له تملى الدفتر بدنا دفتر تملى الدفتر بدنا دفتر ايه هلا والله عم امبارح شرد لك دفتر شد كان حاط دفتر فرنجين رنجين قال لك حاج ما في دفتر الله يرحمه والله اسمع عنه والله اسمع عنه هلا رحت على المدرسه بلا دفتر ايش سويت ضل بالدفتر اشترى لي دفتر بعدين نعم الضل الجديد يقول لي الاستاذ ما عم تكتب نعم قلت له ابوي بقتلني مشان عشان ما اروح الدفتر الجديد كويس والله ما عم بمزح معك طيب بعدها بعدين قلت لك تحجم من المدرسه نعم ما تروح ما اروح على المدرسه ما جبت ورع لابوي انه هذا ما عم بداوم ما عم بداوم وين تقضيها لكان؟ بس ايه هون 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 مع الاولاد ما عند حدا مشان ما حدا يشكي لابوي كويس هي خيو قام جاب لك قضيه برمان بشوك وهون بوجعك وما بوجعك ما فيهم مرحميني والله اشم البستان وشافيني الدم يا ايوه قلت له خيو بطلت ما بتروح على المدرسه بطلت ويقتلني والله انا بطلت تركنا المدرسه تركنا المدرسة. وين بدنا نروح شو صار هون كان عمرك يعني ابو 12 13 سنه ابو 11 12 سنه نعم هلا بالحاره ما حبيت لك شي جاره شي شغله عيب يا حجي ما بشي الحكي ما بجوز مو هيك لا يا هلا في نخوه بالحاره ما نعم يلا طب برات الحاره ممكن بس بحارتك يا لطيف الصحن بتاكل فيه لا تبخ بحارتك بعمرك كله لا تبخ بحارتك لا تبخ بحارتك لا كان يا عيني عليك يا عيني عليك طيب تركنا المدرسه بدنا نشتغل مصلحه ايش نسوي هلا شغلوني اندرجي كويس وين اندرجي عند ابن عمتي اشتغل دكان اشاريت ميرو وشرب سيجاره ها سيجاره احلى عمي ابو حسن الله حيك خيوب اشاريت ميرو اللي بسوق المحمص هون بالمحمص ايه ايش كان هذيك الايام صرامي حمر ايش كنتوا تشتغلوا عندنا نشوانيه اه صرامي حمر ما كان فيه؟ كان بطلانه يعني؟ لكن في صرامي حمر بس اللي شلون احنا نسويني الصرامي الحمر بلبسوهم كانوا الرجال الحلبيه مو هيك؟ بس الرجال الرجال الحلبيه مو للريف يعني للريف وهنا للريف والبلد هلا وكان يلبس يعني صرامي حمراء شغله غير شكل؟ لك هذا زلمه هذا رجال زنقيل ابو الصرامي الحمر اكثر شيء بلبسوها كويس الحكي تكتر بقى العالم تمشي حفاية شد يا خيو شد كان يعطوك بالجماعة مش وراء بعدين سوالي وراء منيحة منيحة ويش تتخرجون هات لنشو هات لأمي الله يرحمه للحجة
تعيش تعيش. ايه ايش كانت تشتروا اكلات هذيك الايام مثلا اكلات اولاد؟ عندنا كل شيء في عندنا بزر وقضامي فستق بالبيت كل شيء موجود. دقه ما دقه ايش كان؟ كل شيء بالبيت في الموجود. يعني الحجه تساويهم ما اشتروا عند السمان؟ الله يرحمه ابوي. نعم. اشتغلت حتك. نعم. عرفت علي؟ بس حمل لك قلق فستق حمل لك فستق يعني بيكرموه بياخذ له يشتري هذا كذا هذا ثاني هذا دقه هذا كذا. كويس. عندهم كل شيء يعني. البيت مليان. البيت عندنا كل شيء. البيت مليان ما شاء الله. ما بنشتري مصاري ما بدفع. بروفيل. طيب شو طولت عند الأندرجية؟ بيجي سنة ونص. بعدين ما زبط معك الفيلم؟ بعدين ما مشي الحال معي. بركت عند هاشم منا عند واحد. وحسن سدان. واشتغلت أندرجي. ما شيل سكينة أندرجية؟ قبل ما أشيل سكينة أندرجية. هاي من الطفولة. أنا بلغ. سمكة أصلية. سمكة. بولاد. بولاد بكان يزور. ليش حطيت لها جلد بيت جلد؟ بيت جلد ومبخش شي نظام. مبخش شي حلو. هو. ضربت فيها حدا لما احتجد؟ خبية بجيب. هاي للدفاع. من منظر هو. هيك هاي. يعني يعني عقيدة عقيدة. إذا حدا استفرد. قال شو هو؟ عليه. خيو ايه اذا بطلنا شو صار هون عمرك 15 سنة 16 سنة؟ لا صار عمري 20 سنة. خلصت الأندرجية 20 سنة. رحت عسكري. رحت عسكري. بس كنت متجوز هون عم تحكي لي. تجوزت لك عندي متجوز واروح على متجوز. شد عمرك تجوزت؟ 15 سنة تجوزت. والحجة الله يرحمها 14. كويس اصغر منك يعني من عمر بعضكم الا شوي. مجايله. مجايله من اين حاره؟ نفس حارتكم؟ لا هي هن كانوا ساكنين بالمغر. بالمغر. بس ابوها استاجر دكان عنا كنا نص وراه. كويسة. استاجر دكان. دكان عندكم بالحوش يعني؟ ايه بالحوشنا. كويس. فيها 9 كيكين. ما شاء الله. الحوش 9 كيكين حوش ومغارة. وكم بيت جوا فيها جوات الحوش؟ هذيك المغارة بجدي هاي حوشنا ملاقي لنا هي صارت بالصالحين يعني. هون طلعت من المقامات رحت على الصالحين. صار تغير يعني هذا الحكي صرنا 70s. اي بال70s واحسن. اي كويس الحكي هذا. كم بيت بقى بحوشكم؟ هي بركة الله ما شاء الله. انت عم تقول 16 ولد؟ ايه. هو بيت من بيوت 9 بيوت. البيت يعني غرفة كان يسمى بيت. والحمام مشترك والمطبخ مشترك والمرحاض الله يعزك مشترك. ايه التواليت مشترك كله مشترك. طيب تجوزت ببيت اهلك اخذت بيت غرفة من هالحوش العربي. ايوه. وكم ولد اجاك الله يخلي لك يا هون؟ اللهم صل على النبي. الله عندي 11. واللي الله ما كتب لهم الماتوا؟ عندي 5. يعني شيء جابت الحجة الله يرحمها 16 بطن. 17 سلامة الله وبركة. 17 بطن. هلأ 11 كلهم طيبين إن شاء الله. وشلونهم معاك حكي لي؟ تربية عمي أبو حسن نظامية. والله استمدار 5 بنات و6 صبيان. أصرتك كويسين؟ والله ما أشوشي الله يرضى عليك. عقدمت لحكيتك ولا شلون؟ لكن والله تقول بيركين بالشيخ رمبتو لعندي أولي. ما عندي غير فرسون بندو. ايش شوف فرد ايه؟ هذا فرصور بندوق والباقي من بلديه كويسين؟ والله بيستحوا يحكوا ابدا بشرف تقول طلعنا عنا بربكم ايش جايين على الشيخ بيرشي احكي لك كلمه سبني يا اخي. لا مقدبين معناتها مقدبين. لا بحترموك يا ابو معناتها بحترموك يا ابو حسون. والله تعال ابو الكلام. انا ابو خالد. رجع ما تقول بيركين بالشيخ. خيو سمعونا حشكم احكوا لكم. والبنات مرضيات ان شاء الله؟ الله يرضى عليهم. السماء والارض ترضى عليهم. تربيت امهم يا حجي. السماء والارض ترضى عليهم والله. والله ترضى عليهم. انا بدي اعرف شيء اسمائهم. بقول لك اسماء ولا ما بقول لك؟ انا بقول لك بالعيون ابوك. وايش بده يجر الفدان؟ ايش ما بده يصير يصير. ايش بده يجر الفدان يجر؟ ايش ما بده يجر الفدان؟ هات لشوف. خيو الكبيره مطيعه. مطيعه. تحت وفاء. وفاء. تحت نسرين. تحت بتول. ايه. تحت جمانة. الله يخلي لك يا هون. عندك أحفاد؟ عندي البركة أولاد أولاد ما عندي أولاد. أحفاد لأحفاد. أحفاد. ما شاء الله. ما شاء الله. جد جد. ما شاء الله عليك يا أبو حسون. ايه عم يا أبو حسون. ايه عمرني. هلا جينا اشتغلنا أندرجي تجوزنا جانا 4-5 أولاد رحنا عسكري. يا عيني. سنتين بضاعة. رحنا 5 سنين خدمت إلا 4 أيام. 5 سنين في 70s يعني كان؟ بالثمانينات. قبل الثمانينات. ايه باخر السبعينات. بالثمانينات سرحت انا. الثمانينات سرحت. كان في احتفاظ كثير. كان في احتفاظ. ايوه. جينا بقى نرجع على مصلحه جديده مو هيك؟ شفنا هذا الزلمه قلنا لا اشترينا الجراشه منه. لا بدك تحكي لي هاي القصه. ايه احكي لي اياها بالتفصيل.
وقفت قال ليش بدك؟ قلت له والله بتفرج. قال لي راجع. قلت له بتفرج. بتتفرج على واحد عنده جراشة؟ ايوه عبتها. جراشة عالشعير؟ ايوه عبتها. بربطها بربطها على عربانة بدب مثل عادي على اربع دوليب. هي اربع دوليب دستيك. اربع دوليب دستيك. مو هيك؟ والجراشة ايش بتكون عليها؟ مولدة صغيرة وعليها ماكينة؟ موتور كبير مازوت. موتور مولدة؟ موتور مازوت وجراشة من ورا وشاط. وشاط. إيوه. هلا هدول جماعة الخانات بجوز في الشعير مشان الغنم. خانات الغنم. الغنم من البقر. إيوه. هي وين كانوا الخانات هدول؟ معادي عندك من أول درجة نتم المعادي لكن باب النيرة. كانت مصلحة مصلحة كويسة هي كانت؟ طيب جيت وقفت تفرج عليه. اشترينا منه الجراشة. نعم. أخذنا منه ب7500. هذاك الأيام. هي 7500 بتشتري حوشين. تشتري حوشين والله. إيش يعني ماكينة بداخل الوقت شغلة كبيرة يعني. والله جبتها. اشترى معمل يعني. اشترى معمل. إيه والله. ومع مع مع أخذت نصه من الحجي نصه منك. إيه والله. أنت عب زندك. وأنا أبوي ما ماله خيو لا أخذ نص. قال لي أنا بشتريها منك. شغل عليها بلدي أخوتي يشاركوني الشغل. أيوه كويس. أنا مدوزن العالم عدم مؤاخذة. أنا بعرف. هلا حكينا شلون دوزنت العالم. هي لحالها قصة. أيوه. دخلت على جماعة الخانات. شو كان عم ياخذوا غيرك؟ عم ياخذوا ثلاث ورقات. ثلاث ورقات على وأنا بارتيهم لصوت حالكم. على التوال. أي التوال. مين كانوا هذوليك الجريشين؟ منين؟ منهم باب النيراب. منهم مو باب النيراب. أي شو اسمه معد بقارة؟ واحد بقاري سفريني السفراني واحد من عساني. عساني كلهم تقال يعني. هدول منافسين لألك؟ هن مشتنين الموضع. نعم بس الموضع ايش الموضع حارتك؟ دوة دوتي حارتك. دوتك الدوة الدوة ما حد يقرب عليها. حارتي دوتي. يلا كل واحد جر على خواله. يلا شيلوا يلا عند خوالك. مهم يلا جروا درمل من هون. يلا يلا قاموا شالوا. بس ما عملنا انه كله انت قال هدول ما معهم مزح يعني. انا حارتي حجي انا اولى. ابدا جي حاولى بلحم تورو. فيه صوت واحد بس. بتلتم الحارة كلها. عملنا هيك قاسدين درع وتو شعب فانو تشوال ابتتو راسو انا برتهم وصوت حنو. قال من جوه لجوه. قلت له من جوه لجوه. هلا كنت بالله عليك كنت حيوي سيخ معاش هيك شغلات لما حيوي سيخ معاش. ما بصير بلا يا حجي. كم واحد؟ واحد بس؟ بس حاب قدي وزيادة. بفرض حارة سيخ المعاش. بلد. نعيم الله وحده ديانة. شنتيانة ما كنتوا تشيلوا هذيك الايام. شنتيانه بحلقة. نحن سيخ معاش ما في مزح ابدا. اندرجية وسيخ معاش. سيخ معاش وعصاي قناية. العصاي إلى دبوس؟ إلى قلاقيل مو هيك؟ قلقولة وحدة هيك براسه تجيبه خالص. لا ما بجيبه. أنت قلت لي ما ربيت ما كشيت حمام. أخوك كان يكش حمام. خيو إذا دخلت الشيء لعند أهل الخانات شلون أنا بدي أشتغل؟ أيوه عندنا حلقة إن شاء الله مرتين ونص. هذوليك بثلاثة قلت لهم أنا مرتين ونص. أيوه قال لك توكلنا على الله. لجوا جوا مو هيك؟ من جوا لجوا لك تاخذ تشوال من 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 خان بطحن وبترجعوا. كيف من تشوال من الدكان من جوا تطحن وبترجعوا؟ والله لا موضع ما ابدوش. والله يا استاذ علاء قدم عرق. والله والله عرق من التعب. ما اعرف انه بجيب خلق بشتغل معي. خيو اذا دخلت هن بثلاثه انت ورتين ونص طالعتهم برات السوق. ايوه. ايش سويت بعدها؟ سلمت الموضع انا. طيب ما صفي غيرك؟ ايوه اجيت وحده مره مع جوال برغل. نعم. عمو تحلنا الموت. قلت والله ما بتتعلم بس الشعير. نعم. انا ما بعرف ايش اشتغل الجراجه ما بعرف. نعم. قدي خيوه جربنا كانك اذا عرفت بين عليك. والله ايش قلت انا مثل الشعير يعني. عيرتها؟ اي عيرتها خسلت اللي نضبتها عبيت لك هذا كانكي بليتها وحطيت لها. هون هذاك اجرته 5 وراك شوال الشعير هذا اجرته اعطتني 30 وراك. بطلنا كل شغله الشعير بلاها. قلت له وين هذا بطحنوا برغل؟ وين محل طحن البرغل؟ وين يعني قلت له حلب كله بطحنوا. كل واحد ببيته بنزل تاني كتب بطحن برغل. بس لا انت حكيت لي شلون بديت ليرتين ونص لما ما ضل حدا سويتهم ثلاثه اربعه خمسه. لكن طلعتهم درجه ما بصير. رشيت لهم درة لاهل الخانات بعد صفقتهم الصواب. خازوه شوي شوي. احلى عمي ابو حسون. نعم بدنا نعيش. ايوه احلى عمي ابو حسون. هذاك الوقت شرب 700 800 بالشهر. لا بالسنة ساعتين ثلاثة ساعتين 700 ورقة. يا لطيف يا لطيف. اللي شوار معك اجرته ورتين ونص يدوب بالعظمة من الصبح للمساء. لا شوف لا يعرف يشتغل عمي ابو حسون. ما في دوام ساعة الشمس للشمس من الصبح للمساء فرد سحبه الشمس للشمس بتاع الشمس بتجي بيشتغل لتغيب الشمس بيشتغل.
تجي المسؤوليات ترجع عند الحجة تكون حيطلع لك الأكل مجهزين هالسفرات هلا. كنت قاسي مثل الحجة ولا أطرع على الأولاد يعني؟ لا ما هيتك أطرع ما هيتك أطرع يعني مو بالك يعني فرشي. بس كنت تدلل الحجة لا ما تدللها؟ والله يا حجة أخذت أنا ما برضى تي غصب عني. ليه؟ لأنه ما هي اللي شفتها أنا اللي خطبتها. كنت والله تقطع على غير حديث. كنت حبيب غير واحدة يعني؟ أخته. أخته. إيه ليش ما صار اسمي؟ إيه ما صار اسمي قالوا صغيرة. أخته أصغر. إيه. يعني 10 سنين شتك على عمرها أخته؟ إيه يمكن 11 سنة. أنا عم بعمل. تاجر سيكارة تاي أبو. خيو انت عشان خربنا شاي لا ما سويت لنا شاي ما حزنا البوك بوك نخلص نخلص وهذا مش شرب شاي حط الغالي برا السلام ايه عمي ابو حسن بعدين بعدين هلا كنت عم تحكي لي ايش كنت تجر شلون كنت تجر العرباني الله يعزك كان عندي قديشه اسمها دلال قديشه اسمها ايش كان لونها كمان القديشه حمرا دبسيه ومسميها دلال دلال حمرا دبسيه لون دبس ما يعني ما في افهم منها الا هي شلون يعني ما في افهم منها الا هي ما فهمتها هي مو قلت لك مره شالوا لي الدزقين وين في ما بلال نعم الدزقين تركستيون يعني الدزقين والمرس مرس تبع الدلال يعني نعم هم انا والله اللي ابو نقبني قلت له خير ما باب تنسى هي تفلت اذا هذا ما في مرسه تمسكها تمشي بتقول نعم بتعفس العالم بتعفس خلو دلال صارت العصمه بايدك الله العصمه بايدك رجعينا على البيت يا دلال دلوا لي على البيت يلا نعم والله سياره تعدي على قدام هنا بجورة مثلا على مين تعمل انت على دلال افهم افهم بني ادم والله العظيم انت شو ما قلت لك فهيمه تقول مسحه وقت ماتت ايش احكي لي لما ماتت بدي ادفنك انت دفن قام قال لي رشعت عليه المبدي قال لي يا ابني ما بتستفيد منها انت يا حيوان بيستفيد منها خلي حدا ياكلها يعني كليب زعلت علي ولا ما زعلت علي؟ شايفها بمنام بي مليون مره والله العظيم بعرفي مرتي سلمت 4 اشهر في بحر ناس شباب مره بنومه حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ايه حجينا اذا ضلينا نشتغل على 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 المجرشه للسبعينات ثمانينات صرنا هلا التسعينات لل 85 لل 85 بعدها للتسعين لانه ركبتها 35 سنه جراشي 35 سنه جراشي اطعم بلبل على معناتها بعد 85 95 على طول باخذ لل 2000 ضليت لل 2000 عليها لل 2000 هي عندي وعلى القديشه نفسها وعلى غير مو ماتت الله يعزك نعم رشلت وعدي سميتها ميادة طلعت بيردة ايه عمي ابو حسوم بعدين شو هلا بطلنا الجراشة بركنا في البيت لا والله استعاروها يا ابن الحلال استعاروها ايه والله راحت يعني هي والسيارة والله راحت هي والسيارة ايه والله نايت جنبي هبطت قادي نايتي رجع وين طلعنا سكننا الصالحين جنب جنب الحوش اربع طوابق 3 مصبوبات وفيه سكن والرابع واقف حسطب هلا شو صار عمرك البركة يا عمي أبو حسون؟ يعني 65 سادق شاب والحجة توفت ما دخل جواز؟ بقى هلا عم ندور على بنت حلال ايش بابة الشد عمره لازم يكون؟ بالأربينات 35 40 سنة سقفة بقى بدك ياها بنت بنوت ولا؟ بنت بيت أحلى وأطيب وأركز وأحسن بس تكون شاطرة وفهيمة وسبعة وحكاية ومكيف شيء قد الحمل عمي أبو حسون؟ لعيون أبوك والله يا بابا أحلى عمي أبو حسون شكرا لك عمي أبو حسون حبيبي لا ما تنهي هات لنشوف أبو حسن ايه؟ بشبه الحجار صور الحجار بشبه حجار السوق لا بيحر السوق طلع طلع ديك الحجار هيك الحجار الفظيع أي حلب أي حلب وأنا حلب حلب وقال حلب ابو حسن فزوم ان حجر هيك البعجره هني ابو حسن مثل الاحجار اكلت قتل وجلست جلست يا الله شكرا لك عمي ابو حسون شكرا لك شكرا على والدي بحل حياك بتاعت عليها بلغة شبه لك شكرا